رجعت لكم مره ثانيه كوتش عبد الله. اليوم عندي لك تمرين يساعدك في تشغيل كامل عضلات الجسم خصوصا الجزء العلوي، وايضا ممكن تستفيد منه في التسخين وتستفيد منه في اضافه التمرين هذا الى مجموعه تمارينك. التمرين راح يكون عباره عن ثلاث مراحل. المرحله الاولى او البيجنينج راح تثبت وضعيه ريدك ستريت، راح تنزل ستريت حق عضلات ايدك الخلفيه، ومن تلبس الارض راح تسوي كروم، بعدها تنزل لما توصل مستوى البلانك تكون معده شاده وترد شوي شوي. هذا واحد، حافظ على ريدك انها تكون ستريت كروم بلانك، تكون على معدتك شاده وترد مره ثانيه اب، تكرر خمس مرات. المرحله الثانيه راح نضيف عليه تمرين سكالت بوش اب، راح يكون كذلك تنزل كروم، من توصل وضعيه البلانك راح تسوي سكالت بوش اب واحد وترجع. طبعا سكالت بوش اب يركز على لوح الكتف، ترد مره ثانيه سكالت بوش اب اثنين، وتكرر خمس مرات. المرحله المتقدمه الثالثه كالاتي، طبعا سهله راح تروح ستريتش كرول تثبت سكالت بوش اب، بوش اب عادي وترجع، هذه واحد، وتكرر خمس مرات ستريتش شوي شوي سكالت بوش اب بوش اب وترجع اثنين، هذه بعد مره ستريتش كرول بلانك سكالت بوش اب بوش اب ترجع. هذا تمرين انكورم بالاضافه الى سكالت بوش اب وبوش اب ممكن تستفيد فيه في تمارينك وايضا كتسخين. يعطيكم العافيه.